النشرة المسائية، أهلا بكم. لو قدر لبلد في العالم أن يستهلك محاضر جلسات ومحابر ملفات بعدد التي أنفقها لبنان على ملف الكهرباء، لدخل الرقم موسوعة جنس للأرقام القياسية، ولخرج من ظلمة السجالات وعتمة الوزارات المتعاقبة. فبعد إقراره خطة الكهرباء مبدئيا في جلسة سابقة، عاد مجلس الوزراء اليوم وأقر الخطة بصيغتها النهائية بعد نقاش طويل ومتشعب، لا سيما حول البند المتعلق بإنشاء الهيئة الناظمة الذي استهلك الجزء الأكبر من المناقشات في الجلسة التي انعقدت في السراي، وسط تسجيل اعتراض لوزراء حركة أمل وحزب الله على طول المهلة الزمنية المعطاة للبت بتعيين الهيئة الناظمة. وفي الملف الانتخابي، أخذت الحكومة علما بسير العملية عملية التحضير للانتخابات النيابية غداة إقفال باب الترشيحات منتصف الليلة الماضية، مؤكدة مواكبة الاستعدادات لإجراء الاستحقاق في موعده. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة المال أنه تم تحويل كافة الأموال المخصصة لإجراء الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل. وفي الحديث عن التمويل، يزور لبنان في الأيام المقبلة وفد موسع من صندوق النقد الدولي لاستكمال المفاوضات التي انطلقت منتصف الشهر الماضي، والتوغل في الكثير من التفاصيل المدرجة على جدول الأعمال والتحضير لخطة التعافي الاقتصادي والمالي. وفي سياق ليس بمنفصل، يزور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في 25 من الجاري دولة قطر لاستطلاع فرص دعم لبنان، وتتقاطع الزيارة مع الجهود السعودية الفرنسية لإنشاء صندوق لدعم لبنان تحت إشراف مجلس التعاون الخليجي. وفي يوميات اللبنانيين الموجعة، حلقة جديدة من مسلسل صراع القضاء مع المصارف، فقد انشغل الرأي العام اللبناني ولا سيما موظفو القطاع العام وغيرهم من عملاء فرنسا بانك بختم مكاتب المصرف وخزائن أمواله بالشمع الأحمر، تنفيذا لقرار قضائي في دعوى مقدمة من مواطن مصري. فكادت رواتب شريحة كبيرة من الموظفين تلقى مصير الودائع المحجوزة قبل أن يصار إلى حلحلة الموضوع عصرا، مع إعلان مصدر في المصرف أن غدا هو يوم عمل عادي، غير أن خوف أصحاب الرواتب لم يتبدد كليا بعد. بداية النشرة من جلسة الكهرباء لمجلس الوزراء، التفاصيل مباشرة مع الزميلة ميراي إبراهيم من السراي الحكومي. يعطيك العافية ميراي. نعم كاتيا، يعني بالفعل أخيرا أقرت خطة الكهرباء بشكل نهائي وبعد نقاشات مستفيضة ومع تصويبات إذا صح التعبير، وقد علق وزير الطاقة على الأمر بالقول يعني أقرت الحمد لله. كاتيا، يعني البند الثامن الذي يمكن وصفه بنجم الجلسة يعني أخذ كل الحيز من النقاش، يعني الجلسة التي انطلقت عند الساعة 4:15 وانتهت منذ بعض الوقت يعني طغى عليها البند الثامن وهو بند خطة الكهرباء. وزير الإعلام زياد مكاري، يعني بس في تصويبا لما ذكرت في المقدمة حول معارضة وزراء حركة أمل وحزب الله، أعلن الموافقة على خطة الكهرباء بعد تعديل إنشاء الهيئة الناظمة ليصبح في العام 2022 بدل العام 2023، وهي يعني النقطة التي كان يعني وزراء حركة أمل وحزب الله يعني لديهم اعتراض حولها إذا صح التعبير. وقال وزير الإعلام أيضا لم يحدد أو لم تحدد سلعته، ويمكن بالتالي تحديد مكان آخر. وكانت الجلسة كاتيا قد استهلت بكلمة لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي تطرق إلى ملف الانتخابات النيابية، وقال في هذا الشأن أن ما فعله وزير الداخلية بسام المولوي بالأمس بالانتهاء من المرحلة الأولى يعني يؤكد إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية، ويعني الحكومة عازمة على إجراء وإنجاز هذا الاستحقاق بنجاح. كما تطرق يعني بملف الأمن الغذائي، وضع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الوزراء يعني بنتائج إذا صح التعبير اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي الذي عقدت اجتماعها بالأمس في السراي الحكومي، وتم التأكيد وأكد الرئيس ميقاتي أن الاحتياجات الغذائية قيد المعالجة،
ولهذا الشأن تم تكليف وزير الاقتصاد بإعداد جدول بالسلع الرئيسية أو الضرورية للسلة الغذائية والكميات المتوافرة وتلك التي يحتاجها لبنان. ولقد أكد وزير أكد رئيس ميقاتي في هذا الشأن أن هنالك العديد من الدول التي أعربت وأكدت للبنان يعني مساعدة له في هذا الشأن وفي تأمين احتياجاته الغذائية من قمح وغيرهن. أريد فقط التنويه إلى أن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أعلن عن 3 قرارات رئيسية، منها رفع تصنيف معبر القاع مما يوفر للبنانيين معبرا إضافيا. إذن انتهت الجلسة الحكومية التي وصفت بالعادية، وكان البند الثامن كما ذكرنا هو نجم هذه الجلسة منذ بعض الوقت. ونستمع الآن إلى أبرز المقررات التي تلاها وزير الإعلام زياد مكاري. قرر المجلس الموافقة على الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان المرفقة بكتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 1968 تاريخ 2/3/2022 بعد تعديل تاريخ تعيين الهيئة الناظمة ليصبح في العام 2022 بدلا من العام 2023، إضافة إلى تعديل الخطة في شكها المتعلق لمواقع المحطات بحيث يتم تحديد تلك المواقع لاحقاً بحسب الحاجة ووفقاً للضرورة ومع مراعاة الشروط البيئية، وعلى أن تلحظ محطة منها في المنطقة الواقعة في الساحل في ساحل لبنان الشمالي. ثانياً، التأكيد على ما ورد في خطة الكهرباء لجهة وجوب تنفيذ القانون رقم 469 على 2002 بصيغته الراهنة، كما ولجهة تكليف وزارة الطاقة والمياه إعداد دفتر الشروط الخاص لإطلاق مناقصة عالمية لإنشاء معامل الإنتاج وتوزيع الطاقة، وذلك بمهل أقصاها شهرين من تاريخه. إذن جولة جديدة من صراع القضاء والمصارف تمثلت بقرار قضائي بإقفال فرانسا بنك بالشمع الأحمر، وإدارة الأخير هددت بالتوقف عن صرف رواتب الموظفين حتى صدور قرار معاكس. بعد نهار طويل عاشه موظفو وعملاء فرانسا بنك على أعصابهم على خلفية قرار قضائي بالحجز على جميع موجودات البنك في مختلف الفروع بما فيها الخزائن والأموال وختمها بالشمع الأحمر بناء على القرار الذي أصدرته رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانة عناني في إطار دعوة مقدمة من المصري عياد إبراهيم ضد المصرف. يبدو أن كلام النهار والأخذ والرد ما بين القضاء وإدارة المصرف والضغط بعدم دفع رواتب الموظفين محاه الليل، إذ أعيد توزيع مقاطع فيديو من داخل المصرف وفيها فض لأختام الشمع الأحمر وإعلان البنك أن يوم غد الخميس يوم عمل عادي، ما يعني أنها باللبنانة انحلت، وذلك قبل أن ينشف شمعها الأحمر دون توضيح الصيغة التي على أساسها جرى فض الأختام. كل ذلك حصل بعدما كان طال الإجراء الفرع الرئيسي للمصرف في منطقة الحمراء إلى جانب الفروع الكائنة في مناطق التباريس الصيف الأشرفية لجناح مارلياس عن المريسة طريق الجديد السوديكو رأس النبع الأشرفية سيسين لمصيدبة فردان بابدريس العدلية. إدارة المصرف كانت أوضحت أن صاحب الدعوة القضائية قبض أمواله التي كانت موجودة وتم إقفال حسابه، وليس صحيحا ما يقال أن البنك امتنع عن تسليم المواطن لأمواله. أنا بعتقد إنه هيك قرار ممكن تنفيذه مع حفظ حق الأشخاص الثالثين اللي ما لهم علاقة بالقرار مثل موظفي القطاع العام مثل أي ناس له علاقات يعني مع البنك. هذا ضل فيهم يمشون أمورهم بمعزل عن القرار، لأن القرار مقصود فيه حجز على أملاك البنك، مش على أول الناس الثالثين حسنين هي اللي لهم علاقة بالبنك. بتصور هذا الحل، يعني اللي بيقرأ القرار بيتمعن فيه بقول ما يملك البنك، رواتب الموظفين ما بيملك البنك، حتى موظفينه هو يعني موظفين البنك شخصيا بالذات يعني ما بيملكها، هذه حقوق لناس تانيين. ويبقى السؤال أنه بعدما أعلن المصرف أنه لا يفتح فروعه ولا يقوم بأي عملية مصرفية قبل أن يتلقى قرارا قضائيا مكتوبا يلغي القرار الساري ويسمح له باستئناف عملياته، فهل صدر قرار لصالحه؟ وإذا كان كذلك فلماذا البلبلة واللعب أكثر بما تبقى من أعصاب المودعين وأصحاب الحقوق؟
انتخابيا، اقفال باب الترشيحات للانتخابات النيابية على 1043 مرشحا، ووزير الداخلية يؤكد جاهزية الوزارة لإجراء الانتخابات بطريقة تبيض وجه لبنان. منتصف ليلة الثلاثاء الأربعاء أقفل باب الترشيح للانتخابات النيابية على 1043 مرشحا بينهم 155 مرشحة. وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي عقد مؤتمرا صحفيا جدد خلاله التأكيد على الجهوزية لإجراء الانتخابات، داعيا المجتمع المحلي والدولي للمشاركة في مراقبة العملية للتأكد من نزاهتها وشفافيتها. مثل ما وعدنا نحن جاهزين، مثل ما وعدت الحكومة ومثل ما وعد رئيس الحكومة كمان نحن جاهزين. نحن جاهزين تنعمل انتخابات، نحن جاهزين لنلبي طوق المواطنين للحرية والديمقراطية. الاعتمادات مثل ما طلبناهن أقرتهن الحكومة، قطعوا باللجان النيابية قريبا جدا جدا جدا، بيقطعوا بالهيئة العامة وبيكونوا متوفرين. أنا مش قلقان، أنتم ما تقلقوا. مولوي دعا المغتربين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع في البعثات في الخارج بكل حرية وديمقراطية من دون أي خوف، قائلا تأكدوا من أن صوتكم سوف يصل. في قصر بعبدة اهتمام أممي بإجراء الانتخابات النيابية اللبنانية بموعدها وبتسهيل الأمور لذوي الاحتياجات الخاصة. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أبلغ نائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد أن لبنان الذي عانى كثيرا من تداعيات نزوح السوريين إلى أراضيه في حاجة إلى مساعدة دولية تساهم في التخفيف من الأعباء المالية الكبيرة التي يتكبدها نتيجة رعاية النازحين السوريين، بالتوازن مع دعم مطالبته بعودة هؤلاء النازحين إلى بلادهم، خصوصا بعد توقف القتال في غالبية الأراضي السورية. وشدد الرئيس عون على أن عدم تجاوب المجتمع الدولي مع مطلب لبنان يثير الشكوك باستخدام ملف النازحين لأهداف سياسية، لاسيما خلال البحث في الحل السياسي للوضع في سوريا. ولفت رئيس الجمهورية نائبة الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن لبنان في حاجة أيضا إلى مساعدات تنموية وليس فقط إنسانية، خصوصا في مجال إطلاق ورشة إعادة البناء، مشيرا إلى أن تحقيق الأهداف التنموية المستدامة يتطلب أولا الاستثمار في البشر خصوصا النساء والشباب، داعيا إلى عدم تجاهل حجم معاناة اللبنانيين ونتائج الأزمات التي تراكمت. وحمل الرئيس عون أمين محمد تحياته إلى الأمين العام غوتيريش شاكرا اهتمامه الدائم بلبنان. أمين محمد في بداية اللقاء نقلت إلى الرئيس عون تحيات الأمين العام للأمم المتحدة وتأكيده على مواصلة دعم لبنان في المجالات كافة، وأعربت عن تقدير المجتمع الدولي والأمم المتحدة للرعاية التي يلقاها النازحون السوريون في لبنان والدعم الأممي للحكومة اللبنانية في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وللتحضيرات القائمة للانتخابات النيابية اللبنانية في 15 أيار. في خلال اللقاء الذي حضرته أيضا المنسقة الأممية نجاة رشدي والوفد المرافق لأمينة محمد، تم التطرق إلى التطورات الدولية ومنها في جنوب شرق أوروبا. الرئيس عون التقى في حضور السفيرة الأمريكية دورثي شي المستشارة الخاصة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الخارجية الأمريكية سارة منقارة التي تزور لبنان وتطلع على أوضاع ذوي الحاجات الخاصة وما هو متوافر لهم من إمكانات. منقارة عرضت لأهمية دمج ذوي الإعاقات في المجتمعات التي يعيشون فيها على أساس ما يمثلونه وعلى أساس دورهم الفاعل وإمكاناتهم. الرئيس عون أبدى حرصه على إصدار القوانين التي تصون حقوق أصحاب الإعاقات وتطويرها. وفي المناسبة أيضا أكد الرئيس عون على ضمان مشاركتهم في الانتخابات النيابية المقبلة من خلال تسهيلات محددة. رئيس الجمهورية أجرى جولة أفق في التطورات محليا وإقليميا ودوليا مع الوزير السابق كريم بقردوني. في عين التين بحث مع وفد من الأمم المتحدة في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية ومسار التفاوض.
ملفات الاستحقاقات الانتخابية والدستورية ومسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي وما يجب أن تواكبه من تشريعات إصلاحية مواكبة لهذا المسار، كل هذه الملفات طرحت على رئيس مجلس النواب نبيه بري، فبحثها مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة آمنة محمد في حضور المنسقة الخاصة للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا رولا دشتي. كذلك بحث رئيس المجلس مع مستشارة الرئيس الأمريكي لحقوق ذوي الحاجات الخاصة الدولية الأمريكية من أصول لبنانية سارة منقارة في حضور السفيرة الأمريكية دوريثي تشاي، بحث شؤونا تشريعية متصلة بحقوق ذوي الحاجات الخاصة. الرئيس بري التقى في مقر الرئاسة الثانية وزير الإعلام زياد مكاري في زيارة بروتوكولية بعد تسلمه مهامه الوزارة، وتلقى من الوزير السابق لياس المر يرافقه نجله ميشيل المر دعوة للمشاركة في الجناز الذي سيقام عن راحة نفس النائب الراحل ميشيل المر في 3 نيسان المقبل. الزيارة تخللها عرض لآخر تطورات والأوضاع العامة والمستجدات السياسية. سلسلة لقاءات واجتماعات للرئيس ميقاتي في السراي الحكومية. في السرايا الحكومي بحث في الجهود التي تقوم بها الإدارة اللبنانية فيما يتعلق بذوي الحاجات الخاصة بين رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووفد أمريكي ضم مندوبة الرئيس الأمريكي جو بايدن لذوي الحاجات الخاصة سارة منقارة بحضور السفيرة الأمريكية دوروثي شي. زيارة لوفد من أهالي موقفي المرفأ للرئيس ميقاتي للتذكير بقضية الموقفين الإداريين والذين مضى على سجنهم أكثر من 600 يوم من دون التحقيق معهم بعد، ومطالبة للوفد على لسان مودي كرايتم الناطقة باسم الوفد بإخلاء سبيلهم. وفي السراي الكبير بحث في قضايا تتعلق بصندوق تعاضد وتقاعد كتاب العدل الذي يواجه صعوبات كبيرة في تأمين الاستشفاء والرواتب التقاعدية بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة، كما جرى البحث في تطوير المهنة باتجاه الربط الإلكتروني مع الدوائر الرسمية والدوائر العقارية والمالية، إضافة إلى استحداث مراكز لكتاب العدل. وقد نقل ناجي البستاني رئيس مجلس كتاب العدل تفهم الرئيس ميقاتي واهتمامه لمتابعة هذه القضايا. ومن زوار السراي الوزير السابق الياس المر يرافقه المرشح عن المقعد الأرثوذكسي في المتن الأستاذ ميشيل الياس المر، وجه الدعوة للرئيس ميقاتي لحضور قداس وجناز لراحة نفس نائب رئيس الحكومة الأسبق ميشيل المر في مناسبة مرور عام على وفاته في بتغرين في 3 نيسان المقبل، كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع نائب رئيس مجلس الوزراء سعاد الشامي. إلى الملف الأوكراني، حيث نظرت محكمة العدل الدولية في لاهاي في الشكوى التي رفعتها أوكرانيا ضد روسيا في وقت واصلت القوات الروسية أو وصلت إلى مشارف العاصمة كييف. تنهي حرب روسيا على أوكرانيا أسبوعها الثالث، حيث باتت القوات الروسية على مسافة 15 كيلومترا من العاصمة الأوكرانية كييف ليواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية من مختلف المحاور والجبهات، خصوصا في العاصمة حيث دوت صفارات الإنذار وسقطت صواريخ، وسط تأكيد القائد العام للجيش الأوكراني أن الدفاع عن العاصمة مهمة استراتيجية. القصف الصاروخي طاول مناطق عدة في العاصمة وباتت الطرق فيها أشبه بثكنة، وكذلك مدن أخرى كبيرة محاصرة على غرار خاركيف وماريوبول الاستراتيجية المطلة على الساحل الشمالي لبحر أزوف جنوب شرق أوكرانيا. وقالت سلطات المدينة إن البحرية الروسية تشارك في القصف وسط استمرار عمليات إجلاء المدنيين خلال 24 ساعة الماضية. أمين عام حلف شمال أطلسي أعلن أن قوات التحالف في جاهزية كاملة، مضيفا أن الحلف يعمل على تعزيز الأمن في الدول الأعضاء مطالبا موسكو بوقف الحرب فورا. في المقابل صرحت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 3 مقاتلات أوكرانية و4 مسيرات ودمرت 128 منشأة عسكرية أوكرانية وأكثر من 1350 دبابة و111 مقاتلة في أوكرانيا منذ بدء الحرب. هذا وسترسل الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات أمنية بقيمة 800 مليون
مليون دولار لأوكرانيا، وستدرس تزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة متفجرة مضادة للدروع. كما أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أن أنظمة S-300 وصلت إلى أوكرانيا بالفعل، وسيتم إرسال المزيد على أن يتم إرسال لاحقا طائرات ماج لأوكرانيا. سياسيا، بوادر حلحلة في المفاوضات الثنائية بين أوكرانيا وروسيا، والحديث عن اتفاق من 15 نقطة وروسيا متمسكة بأوكرانيا محايدة. قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتداعيات الاقتصادية التي تركتها العقوبات الغربية على اقتصاد بلاده، لكنه أكد مع ذلك أن محاولة تركيع موسكو لن تنجح. ورأى بوتين في خطاب بثه التلفزيون الروسي أن العملية العسكرية في أوكرانيا ناجحة، لافتا إلى أننا لا نسعى لاحتلال أوكرانيا ونسعى لمساعدة سكان دونباس. وفي جديد المحادثات الأوكرانية الروسية، تحدثت موسكو عن مقترح حيادية أوكرانيا، بينما رفضت كييف ذلك واقترحت حلولا بديلة. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مصادر في هذه المحادثات أن أوكرانيا وروسيا تحرزان تقدما في بحث خطة سلام مؤقتة من 15 نقطة. ووفق المصادر فإن الخطة تشمل وقف النار وانسحاب روسيا إذا أعلنت أوكرانيا الحياد، كما تشمل أيضا تخلي كييف عن الانضمام لحلف شمال الأطلسي ناتو والتعهد بعدم استضافة قواعد عسكرية أجنبية، غير أن الرئاسة في أوكرانيا أعلنت أنها ترفض فكرة أن تكون البلاد محايدة على غرار السويد أو النمسا، مطالبة بضمانات أمنية مطلقة في وجه روسيا. وفي أول اتصال رسمي رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وروسيا منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، تحدث مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان مع الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروتشيف، حيث كشف البيت الأبيض عن أن سوليفان حذر الجنرال باتروتشيف من عواقب وتداعيات أي قرار روسي باستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا. في هذا الوقت كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال كلمة له أمام الكونغرس الأمريكي عبر تقنية الفيديو موقفه بأن بلاده تحتاج مساعدة واشنطن لفرض حظر طيران على أوكرانيا، معربا عن تثمينه لالتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بمساعدة بلاده عسكريا، كما اقترح أن تفرض واشنطن عقوبات على كافة الساسة في روسيا. مسؤول أمريكي يكشف بأن الاتفاق النووي الجديد مع إيران غير ناضج وغير مكتمل بشكل نهائي، وينفي عزم إدارة بايدن رفع الحرس الثوري عن قائمة الإرهاب. في بادرة حسنية، كشفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس عن أنه تم تسديد دين لإيران بقيمة 400 مليون جنيه استرليني، لافتة إلى أن هذا الدين العائد لعهد الشاه في إيران سدد مع الاحترام الكامل للعقوبات البريطانية والدولية، وهذه الأموال ستخصص فقط لشراء سلع إنسانية. وتأتي هذه الخطوة كرد على تسليم طهران المواطنة البريطانية الإيرانية زاغاري راتكليف المحتجزة لديها منذ 6 أعوام إلى السلطات البريطانية. وتأتي هذه الخطوة المتبادلة كدليل دبلوماسي أوروبي على عدم الربط بين اقتراب التوقيع على الاتفاق النووي الجديد بين إيران والدول 5+1 وبين تطورات الملف الأوكراني ومستجداته. وفيما يبدو أنه تسهيل مفاوضات فيينا القائمة حول إعادة إحياء الاتفاق النووي، يندرج تأكيد الخارجية الروسية على أن العقوبات التي استهدفت روسيا بسبب الهجوم على أوكرانيا لن تشمل تعاون موسكو مع طهران. هذه الأجواء الإيجابية عكستها دعوة فرنسا الأفرقاء المعنية كافة للتوقيع على التفاهم المطروح حاليا في فيينا لإحياء اتفاق إيران النووي بعد الضمانات التي منحت لروسيا بشأن تعاونها مع طهران. بدوره أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي أنه سيتم الوصول لاتفاق جيد وراسخ ومستدام بدعم من جميع أطراف المفاوضات النووية في فيينا إذا تصرف الجانب الأمريكي بواقعية. ولا يخرج الموقف الصيني عن هذه الأجواء الإيجابية، حيث شدد وانغ يي على أن الصين تدعم دائما التوصل إلى اتفاق مبكر بشأن استئناف الامتثال للاتفاق النووي، مؤكدا انفتاحها ودعمها للجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية.
إلى أخبارنا المحلية، حيث بحث وزير الأعلام زياد مكاري في مكتبه شؤون وشجون تلفزيون لبنان لجهة تفعيل الإنتاجية والعمل، والتقى مديرة الأخبار والبرامج السياسية دينا رمضان طبارة، حيث أكد وزير الأعلام على أهمية الموضوعية التي يتبعها تلفزيون لبنان في نقل الأخبار خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية. كما بحث الوزير مكاري أهمية الحفاظ على أرشيف تلفزيون لبنان مع مدير الأرشيف عثمان مجذوب، الذي أكد لوزير الإعلام أهمية تطوير أرشفة البرامج ضمن الخطة التي تتبعها الوزارة وزارة الإعلام مع مؤسسات فرنسية. وزير الصناعة جورج بوشاكيان تابع مع القطاع الصناعي والغذائي حسن تطبيق قرار مجلس الوزراء السماح بتصدير عدد من مواد الغذاء بإجازة يمنحها وزير الصناعة. ما نقوم به هو التأمين الاستباقي لحاجات اللبنانيين الأساسية، مع الأخذ بالاعتبار زيادة الطلب على المواد الغذائية في شهر رمضان المبارك. لذلك أجرينا بحثا مستفيضا فيما ألت إليه أمور الإنتاج والاستيراد والتخزين للمواد والسلع الغذائية، بما يشبه عملية تقاطع في الداتا الموجودة لدى كل طرف للبقاء على استعداد وجهوزية تامة ولمواكبة المستجدات. وبالنسبة إلى قرار الحكومة عن تنظيم تصدير مواد الغذاء المصنعة محليا، أتمنى على الصناعيين والتجار والمصدرين والإعلام عدم تناول الموضوع من زاوية حظر أو منع التصدير، والتعاطي مع القرار بإيجابية ومسؤولية، لأننا كدولة وحكومة لا نريد أن تتفلت الأمور وتنعدم الضوابط الإجراءات المماثلة لجأت إليها دول كثيرة، ونحن في صدد تحديث المعلومات وتقييمها ودراسة إيجابيات وتخفيف السلبيات وتنظيم تصدير مواد الغذاء بشكل مؤقت في كل مرة نكتشف عدم ضرورة إخضاع سلعة معينة لا تعتبر أساسية لإجازة التصدير المسبقة، يصبح تصديرها ما معفى من الإجازة. كتب رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط عبر حسابه على تويتر: في ذكرى كمال جنبلاط نستعيد هذه الذكرى ونستعيد نضاله للعدالة والحق والإنسانية وجوهر العمل المباشر، وأطلب من الرفيقات والرفاق والمناصرين أحياء الذكرى بشكل رمزي وبهدوء يوم السبت، ولتكن غايتنا الأساس هموم الناس وقضاياهم في هذه الظروف الصعبة والقاسية، معا نسير إلى غد جديد. المزيد من الأخبار الدولية بعد الفاصل. عودة لمتابعة النشرة. أعلن الديوان الملكي السعودي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض بعد أن أجرى اليوم بعض الفحوصات الطبية، وقد تكلل التغيير بطارية منظم القلب ضربات القلب بالنجاح، ومن المقرر أن يخضع لعدة أيام من الراحة. وبث التلفزيون السعودي مقطع فيديو يظهر فيه العاهل السعودي البالغ من العمر 86 عاما وهو يسير مستخدما عكازا مع ابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. الأمم المتحدة تسعى لجمع 4.3 مليار دولار لتجنب مجاعة واسعة النطاق في اليمن. مع تراجع الاهتمام الدولي بالمساعدات الإنسانية للشعب اليمني بعد الأزمة الأوكرانية، تسعى الأمم المتحدة لجمع ما يزيد عن 4 ملايين دولار في مؤتمر المانحين لليمن. وقد حذر برنامج الأغذية العالمي من أن غياب التمويل الجديد الحقيقي يعني تفشي الجوع الذي قد تليه مجاعة واسعة النطاق في اليمن. وكانت وكالة تابعة للمنظمة الدولية قد أعلنت أن أكثر من 17 مليون يمني يحتاجون مساعدات غذائية، وأن الرقم قد يزيد إلى 19 مليون في النصف الثاني من العام الحالي، فيما تلقت الأمم المتحدة ما يفوق قليلا نصف المساعدات التي كانت مطلوبة في العام 2020 والتي قدرتها بنحو 3.4 مليار دولار، بينما لم توفر الجهات المانحة سوى 2.3 مليار دولار العام الماضي. ولفت مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة مارتن غريفيث إلى أن وكالات الإغاثة
اضطرت بالفعل لخفض أو وقف مساعدات غذائية وطبية ومساعدات ضرورية أخرى في اليمن الذي يشهد انهيارا بسبب الحرب المستمرة منذ نحو 7 سنوات. أما المسؤول في وزارة الخارجية السويدية كارسكاو فقد صرح أنه على الرغم من أن أوكرانيا تحتاج إلى الاهتمام والتركيز العاجل حاليا، إلا أنه لا يمكن أن نهمل ونسيء إدارة الأزمات الأخرى. ومن المتوقع أن تشهد أسعار الغذاء التي تضاعفت العام الماضي بسبب الحصار الذي يفرضه التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين في اليمن المزيد من الارتفاع بعد أن كان ثلث شحنات القمح التي تصل البلاد تأتي من روسيا وأوكرانيا. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي في بيان أن الجيش الأمريكي أدان إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي، ودعا بيونغ يانغ إلى التوقف عن التصرفات التي تزعزع الاستقرار. وقالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة غير معروفة في عملية بدا أنها فشلت على الفور بعد الإطلاق. الصفحة الرياضية مع داني حرب. أرى البطل العالم بسباقات فورمولا 1 للسيارات 7 مرات سابقا البريطاني لويس هاملتون، إضافة عائلة والدته لاسمه ليصير لويس هاملتون لاربا ليستر خلال معرض دبي الدولي، ولكن ما أضاف إمتى هالأمر رح يتم. قال البريطاني آدم بينغلي العضو السابق باللجنة الأولمبية الدولية إنه على اللجنة الأولمبية الدولية فرض عقوبات آسيا على روسيا فيما يتعلق بموضوع المناشطات بعد فضايح أعوام 2010 حتى 2018، كما يجب فرض عقوبات حالية جديدة بعد غزو روسيا لأوكرانيا. فاز البولندي هوبرت هوركاتش على الأمريكي ستيف جونسون بنتيجة 7-6 و6-3 ليتقدم لدور 16 من دورة إنديان ويلز للتنس، ورح يقابل بالمباراة التالية الروسي أندري روبليف. وبمباراة تاني فاز البلغاري غريغور ديميتروف على لاعب كازاخستان ألكسندر بوبليك بنتيجة 6-3 و6-4 ليقابل بالدور التالي الأمريكي جون إيسنر. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.